شباب البر عم يسمعوا؟ ايه كله سامع. جيل جديد اسمعوا. هاي مش انتخابات. هيدي اصعب بكثير من الانتخابات. هيدا فيها تقرير مصير بلد. لمين بيموت ومين بيقرر فيها وشو هويته. لو كانت انتخابات كان بسيطة، تخسر اثنين تربح اثنين تعوضهم بمحل تاني. انا رأيي الشخصي انه تمثيل بيروت ما بتعوض ولا محل. لو اخذت محل ثلاثة خمسة بغير بيروت هيدا تمثيل ما بتعوض، لانه هيدي بيروت هي المحل.